أنا الآن الحاج حازم الكعبي، وقتها اسمي حازم عبد الأمير محمد شكر، بكالوريوس إدارة أعمال، شاب رياضي متفتح لكن يطمح لبلده ولدينه الإسلام الحنيف الأفضل، ويرى أن الهدام يسير بالعراق وبالدين عكس الصحيح، فلذلك كان لزاما علينا كمجموعة من عدة مجموعات شبابية ضحت، ولربما الآن يتزامن مع تشرين الأول تشرين الثاني 2019 ونرى الشباب العفوي الشباب الثائر يثور ضد ما يراه من ظلم لحقوق دولة تملك الكثير لكنها لا تعطي لأبنائها. كنا في زمن الهدام لا نرى لربما واحد بالمليون وليس عشر، واحد بالمليون مما يراه الآن العراقي، والعراق اليوم ثائر، فكيف بحال تلك الأيام؟ كنا شباب وكنا نحاول. أريد أسترجع بك بنقطة يعني.